يا شريف، اهلا بيك. اهلا بيك، تحياتي ليك زميل امير ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا شريف، منورنا. عايزين نطمن من خلالك على اخر استعدادات النادي الاهلي وبالتحديد عقب المران الثاني للنادي الاهلي هناك في تنزانيا. يمكن الاهلي بدا يومه بدري شويه، كان في 9 صباحا بتوقيت تنزانيا، 8 صباحا بتوقيت القاهره. بدا يومه بالفطار طبعا، مرورا بقى بالغداء اللي كان 12 والمحاضره اللي كانت الساعه 1 واتكلم فيها مستر موسيماني عن نقاط القوه والضعف الفريق سيمبا التنزاني، وبعدها كان التمرين في الثانيه ظهرا. طبعا انا سالت بالتحديد ليه التمرين 2 بتوقيت تنزانيا مش 4 بتوقيت تنزانيا. مستر موسيماني بيلعب على الخبرات الافريقيه طبعا الكبيره جدا، وعارف دي ميزه عنده. الجو الساعه 4 بيبقى اخف شويه من الساعه 2، فعاوز يمرن لاعبي النادي الاهلي باقصر درجات الحراره عشان يتعودوا اما يلعبوا الساعه 4 يكون الدنيا اهدى شويه من الساعه 2. فمستر موسيماني كان قاصد هذا التكتيك الخاص بيه يعني من خبراته الافريقيه. ويمكن النهارده لعيب النادي الاهلي في التمرين احسن من امبارح بكتير، بداوا يتعودوا فعلا على الجو. وفعلا شابوه اللي اخذ قرار سفر النادي الاهلي بدري عشان لعيب النادي الاهلي يتعود على الجو، لان فعلا الجو صعب جدا. خليني اقول لك ان المران النهارده شارك مروان محسن، ويمكن قبل نهايه المران اكتفى دكتور ابو عبله طبعا رئيس الجهاز الطبي بعدم اكمال المران خوفا عليه، وبكره باذن الله يكون موجود في المران بكل قوه. النهارده حضر مراقب المباراه الى فندق الاقامه ويتكلم مع الكابتن سمير عادل طبعا ومدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ، ان بكره يكون في الاجتماع الفني ويكون بكره التمرين الرئيسي على الملعب اللي تقام عليه المباراه. فبكره التحرك النادي الاهلي من الفندق هيكون الساعه 3 عصرا، التمرين هيكون 4 عصرا بتوقيت تنزانيا، 3 عصرا بتوقيت القاهره، وهو نفس ميعاد المباراه. والاجتماع الفني هيكون في 7 مساء في الفندق المقيم فيه مراقب المباراه. بكره لازم كمان يحضر المراقب المباراه والمنسق الاتحاد الافريقي في المران الرئيسي عشان لو النادي الاهلي يشتكي من اي حاجه يسجلوا مداوناتهم في تمرين النادي الاهلي، وبالتالي يناقشوها في الاجتماع الفني اللي هيكون في 7 مساء. فريق سيمبا التنزاني بيرتدي طبعا عنده زيين الاحمر والابيض، بكره هنعرف باذن الله يرتدي اني لونه، وغالبا الى الان هو اللون الاحمر، لكن بكره هنتاكد باذن الله بعد الاجتماع الفني. النتيجه الطبيه او نتيجه المسحه الطبيه ما ظهرتش الى الان، ولكن كابتن سيد عبد الحفيظ قال لي هم قالوا يومين، فبكره باذن الله هتكون معلنه النتيجه، وباذن الله باذن الله تكون النتيجه سلبيه. معاك زميل امير، لو في عندك اي سؤال. طيب انا عايز اتاكد يا شريف بخصوص الحضور الجماهيري، وهل الجمهور او بعد بكره في المباراه هيكون بالعدد اللي بنسمع عنه فعلا 30,000 متفرج، ولا لسه الامر ده لم يحسم بعد يعني؟ تمام، انا سالت النهارده معالي السفير محمد جابر ابو الوفا عن عدد الجماهير، وبالفعل هو قال الاستاد بيتسع ل 60,000 متفرج. الاتحاد الافريقي وافق ل 30,000 متفرج نصف الساعه عشان خاطر التباعد الاجتماعي. طيب كام تذكره باعت الى الان؟ فريق سيمبا التنزاني المتحدث الرسمي بيعلن في كل مكان التذاكر خلاص قاربت على النفاذ، نفى الكلام ده كله، قال الى الان مفيش مصدر يؤكد اكتمال عدد ال 30,000 او تم بيع تذاكر قد ايه، ولكن الى الان كل دي اجتهادات على السوشيال ميديا عشان خاطر يقدروا يخلوا الجماهير تشتري تذاكر وتحضر المباراه. الى الان كل ارقام المعلنه عن حضور 30,000 او 20,000 غير صحيحه على الاطلاق، وهتبان بكره نتيجه او حاصله بيع تذاكر فريق سيمبا، ولكن فريق سيمبا بيحاول على السوشيال ميديا على قد ما بيقدر يعني يشحن جماهيره عشان تحضر اللقاء. وبيصف النادي الاهلي بنادي القرن ثالث العالم، لازم موجودين وتأثر فريقه قدام فريق كبير هو فريق النادي الاهلي. طيب بمناسبه بقى السوشيال ميديا وحسابات فريق سيمبا وتحفيز جماهير هذا الفريق، هل تم معرفه التصميم اللي تم عرضه على الحسابات الرسميه لفريق سيمبا التنزاني بخصوص المباراه، وهو تصميم في شكل حرب ما بين الاهلي وسيمبا او ما بين سيمبا والاهلي في هذه المباراه، هل التصميم ده شافه الجهاز الفني، شافه اللاعبين يا شريف ولا لا؟ انت قريب وتقدر تقول لنا يعني. الكابتن سيد اتكلم مع لاعبي النادي الاهلي الفصل التام، مالناش علاقه خالص، نركز في الملعب، مالناش دعوه بيتكتب على السوشيال ميديا خالص هنا في تنزانيا. وبالمناسبه هو شعب ودود جدا، ولكن المتحدث الرسمي باسم سيمبا التنزاني بيحاول بشتى الطرق يصف هذه المباراه بالحرب، وفي نفس الوقت بيصف وبيتكلم على حجم النادي الاهلي وبيدي النادي الاهلي حقه الطبيعي في القابه وفي انجازاته، ولكن وصف الوصف الغريب هو وصف الحرب. ولكن النهارده السفير اكد ان باذن الله المباراه هتمر مرور
دور الكرام، لكن الكابتن سيد عبد الحفيظ طالب من اللاعبين عدم التركيز نهائيا غير مع الـ بس ده دافع بالنسبه لهم يا شريف، يعني ده دافع مهم جدا بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين في الحقيقه ان هم يعملوا ماتش كبير ان شاء الله باذن الله. واللعيبه الاهلي عندها اصرار كبير خالص عشان تقديم عرض، والنهارده في التمرين تشوف النهارده التمرين كان قوي جدا، كان بدات التدخلات تكون عنيفه، مستر موسيماني وقف التمرين اكثر من مره قال اللعيبه بهدوء مش عاوزين تدخلات عنيفه علشان خاطر الاصابات، ولكن كل لاعب بيحاول يلفت نظر الراجل. النهارده الراجل جرب اكثر من خطه، ثلاث ديفندرات، ديفندرين، 4-4-2، 4-2-3-1، 4-3-3، جرب اكثر من خطه، اكثر من سيناريو علشان باذن الله باذن الله يختار السيناريو اللي هيلعب بيه مباراه سيمبا باذن الله. استقر ولا لسه يا شريف؟ استقر على التشكيل ولا لسه؟ ما استقرش لسه. لا لا ما استقرش، اكثر من فريق لعب امبارح واكثر من فريق لعب النهارده، ثلاث ديفندرات، لا ديفندرين، جرب كذا، جرب شريف، جرب كهربا، جرب واليا، يعني جرب اكثر من لاعب، جرب قفشه وركن قفشه شويه، جرب اكثر من لاعب، حمدي فتحي، اكرم، ولكن يبدو ان اكرم ممكن يكون لعيب محوري لان اكرم ما خرجش خالص من كل حسابات الراجل في كل تغيير، اكرم كان موجود في كل تغييرات الراجل في التكتيك بتاعه، فيبدو ان اكرم ممكن يكون موجود في وسط ملعب النادي الاهلي. لكن ايمن جاهز، مروان جاهز، الامور بالنسبه لنا يعني بالنسبه للفريق كله ماشيه كويس يا شريف. ايمن شارك في النهارده في المران كله، امبارح شارك في المران كله، ايمن جاهز بنسبه 100%، وتبقى الرؤيه الفنيه مستر بيتسو وسيماني. مروان باذن الله بكره هيأدي التمرين بكره على اكمل وجه، وباذن الله بكره يكون جاهز بشده للمباراه. ان شاء الله باذن الله، اتمنى لهم كل التوفيق. شريف انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الاخبار الوافيه في الحقيقه وهذه التغطيه المميزه. زميلنا العزيز شريف شعبان رئيس قناه الاهلي اللي كان معانا على الهاتف من تنزانيا عشان يطمنا على اخر استعدادات الفريق لمباراه سيمبا بعد بكره ان شاء الله. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه ويحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله تدي له اريحيه فيما تبقى من منافسه في هذه المجموعه. هروح